طيب نروح للمداخلة وبعدين نرجع تاني نكمل قصة صالح جمعة. نروح للكابتن حمادة صدقي مدير فني منتخب الشباب واحد طبعا نجوم مصر والنادي الاهلي. كابتن حمادة مساء الفل عليك. مساء الخير، ازيك يا ابراهيم؟ اخبار حضرتك ايه؟ لله. كله تمام والله الحمد كله لله، زي الفل. الله يخليك. الاستعداد اخباره ايه للقاء السنغال باذن الله؟ اهو الحمد لله بدأنا المعسكر، بقالنا يمكن 5 ايام يعني، مش كل المجموعة كانت موجودة، ولكن كان عارف كان في مشاركات في الدوري مع ابتدت الانديه طبعا تدي اللعيبه في اخر ماتشات في الدوري. والحمد لله يمكن شويه شاركوا بشكل كويس، ولسه واصلين بورسعيد دلوقتي، عندنا لقاءين مع تونس مع ليبيا ودي قبل ما نسافر ان شاء الله للسنغال باذن الله. ان شاء الله يا رب. عايز اخدك في جزئيه كابتن حماده خاصه باللعيبه الصغيره. بنشوف لعيبه كتير جدا سنها صغير في المرحله بتاعت منتخب الشباب بتبقى متالقه بشكل كبير وبعد كده بنفقدها. عايز اخدك في الجزئيه دي ونضرب المثال بصالح جمعه. صالح جمعه واحد من اللعيبه اللي محدش بيختلف على موهبتهم، كان طالع بشكل كويس جدا سواء مع منتخب الشباب منتخب اولمبي، وبعد كده شايفين دلوقتي ان فرصه عماله بتقل. ازاي يعني رايك ايه في مشكله صالح جمعه كابتن حماده، وازاي نعالج المشكله دي عندنا؟ يعني مش عايز اخص صالح بصالح نفسه، ولكن في لعيبه كتيره جدا في مرحله الشباب بتبقى بتجيب بشكل كويس جدا، وفي ناس بتكمل وفي ناس ما بتكملش. هو بيراجع للعيب نفسه، يعني راجع للعيب وثقافته. مش عايز اتكلم على حاجه معينه حاله معينه، ولكن حالات كتيره شفناها. اللعيب يعني كان عندنا جيل اللي خد ثالث العالم، مش كلهم كملوا لفتره، وفي مجموعه كملت في منتخب مصر وكملوا المشوار بشكل كويس، ومجموعه بعدت يعني بشكل كبير يعني. وفي اجيال كتيره جدا الجيل كله بيكمل، زي الجيل بتاع محمد صلاح. صحيح. الكله بيكمل وكله يعني معظم المحترفين، قاعده كبيره كانت من الجيل دوت اللي كان مع الكابتن ضياء السيد. مظبوط صحيح. بالظبط يعني. ففي اجيال واجيال، وفي ثقافه وثقافه. ما بترجعش للمدرب، ولا بترجع للعيب نفسه، هو عايز طموحاته ايه في المستقبل، عايز يعمل ايه، تحديات قدامه عايز ايه. يعني هي مرحلة مهمة جدا، مرحلة الشباب دي، دي اللي بيتغير فيها الشخصية، دي اللي بيخش في مرحلة الاحتراف بعد كده، في المادة بتبقى معاه بشكل مين بيستثمر، مين عنده اتزان نفسي يقدر يكمل ويحط هدف قدامه. صحيح. دي بترجع للثقافة بتاعت اللعيب نفسه، وهو عايز ايه؟ عايز يعني طموحه وسقفه فين؟ في ناس طموحها كبير بيكملوا، وفي ناس سقفها ان هو يبقى معاه عربية وشقة وخلاص ويوقف عند دي. ده بترجع له هو، هو اللي يعني هو اللي عايز كده. المفروض توعيه طبعا من الناس المسؤوله من الصغر طبعا بالثقافه نفسها، يخلق الطموح عند اللعيب بشكل كويس ان هو عايز يوصل لهدف كبير. لازم يبقى في تارجت قدامك، في عندك محمد صلاح دلوقتي يعني محط انظار اللعيبه كلها، مصر كلها يعني. اكيد ده بيبقى يمكن ده عنوان اي محاضره، يمكن انا بقولها على اللعيبه محمد صلاح ده اكيد يعني الواحد يتشرف بيه. فده مثال وقدوه للشباب كلهم. صحيح.